درجناز هي منطقة منزوعة السلاح كانت، ما زالت على أساس هيك الحكي كان. نتفاجأ بلش علينا قصف، صار حواجز تبع النظام المنتشرة في أبو عمر، في أبو دالي، تقصفنا في المنطقة لهون، أكثر من 22 قذيفة تم استهداف القرية. توجهنا لمكان الاستهداف، كان في شهداء وفي جرحى، الجرحى أسعفناهم على المشافي القريبة على منطقة درجناز، ومنهم كانت إصابات خطرة أسعفناها على المشافي الحدودية على تركيا على باب الهوى. كانت الحصيلة النهائي 8 شهداء وقابلة للزيادة لأنه في إصابات كانت بليغة. تفاجأنا بسقوط العديد من القذائف مصدرها قوات النظام طبعاً، وهذه البلدة مكتظة بالسكان وهي ضمن مناطق هضة التصعيد حسب اتفاقات أسيتانا، وطبعاً النقطة التركية لا تبعد سوى 7 كيلومتر عن أماكن مكان سقوط القذائف.